اللي في مسلسل طالع اسمه عاصي الزن، قلت له ايه؟ قال لي شواربي نفسه. بيغير الانسان بشكله يعني؟ ضاع مخلوفه بترد وبتطلع، بيرد الانسان بيغير يعني؟ انه خفف علينا ستايلات جديده، لانه الستايلات تبعه عم تعمل الترند والحلاق اللي عم تطلع براسه وبس. من اول رمضان بدايه كانت تجينا كتير ناس انه شفت حلقه تيم حسن بمسلسله الجديد عاصي الزن كذا، فتحنا شفنا الصور، في كتير غالبيه الناس شواربها يا دوب طالعه يعني قوم خططت على يعني بده يساويها. نتحايل على الموضوع ونحاول نعطي هيك موديلات، يعني بدنا نجاري الموضه والفنان الاستاذ الكبير يعني تيم حسن ترند، كل مسلسل له بنوجه له تحيه. حتى بالهيبه حلقات الهيبه كتير، كل جزء عن جديد يطلع لنا بستايل جديد وحلقات جديده ونبلش فيها. هلا فنانين تانيات يعني نادرا ما يجينا، لانه بتلاقي الفنان تيم حسن هو اكثر شيء ترند بهي القصص بالكاريزما تبعه والجو تبعه، فالناس اكثر شيء بتميل للاستاذ تيم حسن. هلا في كثير ناس ما منحسن يعني نعمل لهم الحلاقه هي، لانه بيكون هو كثافه الشوارب ما لها موجوده عنده، فانا اذا بدي اعمل له اياها حطلع ابدا ما حلوه. فنحن بهمنا اول شيء شيء جمالي للموديل والشكل، فبيهمك بالتقيد بيكون سماكه الشوارب والكثافه تبع الشعر، فقليل كتير ناس ليجينا هيك، بس يعني غالبية من أول رمضان لهلأ من فوق العشرة. هلا الفئات العمرية غالبية من فئة العمر 25 سنة لل 35 سنة، بس كلهم هدول بيكون بقول لك كفة واحدة صارت معي موقف، يعني ممكن ناس تستغرب، أجاني شخص عمره 65 سنة شايب ودقنه بيضة وشواربه بيض، ففات لعندي قال لي شفت المسلسل؟ قلت له أي مسلسل؟ قال لي في مسلسل طالع اسمه عاصي الزن، قلت له إيه؟ قال لي شواربي نفسه. قلت له بس ما بيمشي الحال، نضطر نعمل صبغه. قال لي شو ما بدك اعمل، قاعد على الكرسي والله وما رضى يقوم غير لطلعنا نفسه. هلا بالبدايه بنحب نوجه له تحيه للاستاذ تيم حسن، ومن البديهي انك تعمل شيء بيعمله فناننا الكبير، نحن كسوريين بنفتخر بالاستاذ تيم حسن، وكاركتر حلو، اي شيء بيعمله بنعمله، من على مسلسل الهيبه بكل مسلسل. هلا قبل حلقه كمان حلقه الهيبه يعني، واي شيء بيغير الانسان بشكله يعني، ضاع مخلوفه بترد وبتطلع، بيرد الانسان بغير يعني. ومنوجه له الاستاذ تيم حسن يعني رساله وشكر كثير على الشيء اللي عم يعمله برمضان، بس بدي منه شغله واحده، انه خفف علينا ستايلات جديده، لانه الستايلات تبعه عم تعمل الترند والحلاق اللي عم تطلع براسه وبس.